حوار الحلو بقى، الحلو جامد جدا. الحلو عباره عن ايه؟ تعال ننزل المقادير بتاعته يلا ونعملها مع بعض سريعا. عندي كريمه شوكولاته جيلاتينه وكريمه خفق، كريمه خفق حيواني، عايز اعمل موس شوكولاته حلو. تمام؟ الستاندر بتاع الموس اصلا اي موس شوكولاته او اي موس فراوله او مانجا بيتعمل بحاجه اسمها كراميل، وبيتعمل بحاجه اسمها سبيون. ده صفار بيض بيتعمل وبعد كده كراميل اللي بيتحط على النار بيسوي صفار البيض، وبعد كده بيتحط اي نوع بقى من انواع اللي انت بتحطيها شوكولاتات مانجا اي حاجه، وبعد كده الجيلاتينه، وبعد كده الكريمه بيتضاف اخر حاجه. ولكن موضوع الكراميل يبقى صعب شويه في البيت اللي احنا بنقدر نعمله، فاحنا بنعمل المواس اللي هي البسيطه السهله اللي ست البيت تقدر تعملها. كوبايه ونص منين ده الفادج، ده الفادج الكيكه ديت قدام حضرتك، ده الفادج الكيكه اللي احنا هنحطها جوه الكبات. انا هعملها جاهزه بصراحه قبل الهوا لان ما كانش هيبقى في وقت، واحنا عملناها كذا مره. تقدري ترجع للصفحه عندنا على صفحه بي ان سي او على اليوتيوب هتلاقي موجود منها الفيديوهات بتاعتنا. نخش بقى على موس الشوكولاته، وده اللي احنا هننفذه على الهوا دلوقتي. عباره عن ايه بقى؟ هننزله دلوقتي. ده كده مقادير الفادج بتاعي اهو، موس الشوكولاته ربع لتر من الكريم الخفق الحيواني اهي يا استاذ جمال، ربع لتر من كريمه الخفق الحلواني. بخفقها ازاي لحد ما توصل للقوام ده؟ بلاش تضربيها اكتر من كده عشان ما تعملش زبده. عندي بعد كده ربع كوب من كريمه الطهي، كريمه الطهي بقى عاديه اللي هي بتاعه الطبخ صح كده اهي. حط معاها 2 كوبايه من الشوكولاته الغامقه، وبحط معاها معلقه كبيره من الجيلاتين الباودر وربع كوبايه من الميه السخنه. ادي الجيلاتينه كده وهي موجوده كده، بقوم حاطط لها الربع كوبايه من الميه السخنه. الجيلاتينه ديت عمرها ما هتشتغل معاكي غير بالميه السخنه، وتفضلي وتقلبي فيها على طول كده. تمام كده؟ تمام. بقوم حاطط عندي هنا في اللبانه بتاعت سلام جي، بقوم حاطط عندي كريمه الطهي. وبعد كده بقوم حاطط عندي اللي 2 كوباية من الشوكولاتة الغامقة، وبعد كده ببدأ ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما تبدأ الشوكولاتة تسيح ويعمل لي الجناش اللي انا عايزه. ادي الجناش، الكريمة مع انه ربع كوباية من الكريمة مع كوبايتين 2 من الشوكولاتة، وتقدري تشيل الكريمة دي وتحطي لبن. لازم نقلب باستمرار على طول. سريعا سريعا كده اهو لحد ما الشوكولاته تفك معايا. حلوه اهيت الشوكولاته ما شاء الله فكت معايا. بقوم واخد ايه بقى يا باشا؟ بص بص بص، الجيلاتينه اهي مش مخرزه ولا اي حاجه. لو حسيت اللي فيها تخريز ولا حاجه تبداي اللي انت تصفيها بمصفى، ونبدا نقلب. لازم يبرد شويه، يعني ما ينفعش يتحط على الكريمه دلوقتي. لو اتحط على الكريمه مش هينفع، هيبقى ميه معاكي. يبقى الجيلاتينه مع الكريمه مع الشوكولاته كله تحت السيطره كده. طيب بعد كده بنقوم بنسيبها تبرد شويه، وبنبدا نحطها فين؟ على الكريمه بتاعتنا. تعالوا ناخد عندنا كريمه على ما الباشا ده الشوكولاته دي تبدا تجمد شويه زي الفل. الله ينور يا استاذ. بص يا استاذ، بجيب عندي الفادج بتاعنا وبقطعه على قد القبات ديت. القبات دي بلاستيك حلوه جميله ولذيذه كده، بحب اعمل فيها الامواس، الكريم كراميل، الكاستر، وخصوصا الحاجات البارده تعجبني جدا جدا بصراحه، شكلها شيك. اهو لا ده انا عايز اوريك بس العلامه بتاعتها اللي هي دي الخاصه اللي بتستخدم للاكل. هتلاقي المثلث هنا ومكتوب عليه نمبر 5 ده، بس اكيد مش هتبان قوي بصراحه، يعني هتبقى صعبه قوي، مش هتبان برضو. بس يا مونتي، بس يا مونتي، انت مش بتاع الكلام ده، بس يجي بنفس الكلام انت على طول كده. راجل مونتير انت، مالك انت ومالك الكلام ده؟
تقوم واخد ايه يا باشا الشوكولاته ديت اهي بعد ما بردت معايا. اه بص سخنه، لازم تبرد يا جماعه، لازم تبرد، ما ينفعش نحطها كده، يعني لو حطيتها كده دلوقتي هتبقى ايه، هتبقى شوربه الكريمه ديت، فلازم دي تبرد شويه. فممكن اخد حته كريمه دي حلوه كده من النباتي ديت اقوم حاططها هنا ابرد بيها. شايفه الكلام كده بردت، اقوم واخدها وبعد كده استاذ جمال نقوم واخدينها حاطين على الكريمه الحيواني ديت ونقلب. هو ده الكلام. كده يكون موس الشوكولاته عندي يكون جاهز معايا للتقديم. معيار اهو. بص القوام بتاع الموس عامل ازاي. نبدا نجيب عندنا القبات بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا يا باشا كده اهو. ايه ده، هي دي هتجمد؟ طبعا مش فيها جيلاتينه، هتجمد اول ما تحطها في التلاجة حوالي بالظبط نص ساعه هتلاقيها جمدت معاكي زي الفل، وتاكلي بقى حاجه من الاخر اهو. ما تنساش اللي فيها شوكولاته وفيها جيلاتينه كمان. ما نملاش القبات للاخر، نحاول نسيب شويه كده لفوق عشان نحط كريمه. عايزه تحطي مكسرات اللي انت عايزاه بقى. طبعا لو انت عندك كاسات اصلا ازاز اشتغلي فيها عادي، مفيش اي مشكله خالص. حاولي تحافظي على نظافه القبات عشان تطلع الحاجه في الاخر شكلها حلو، والصبه تكون كلها مقاس واحد. بصي كلها ارتفاع واحد، الحاجات دي كلها بتساعد ان انت بتطلعي الحاجه في الاخر شكلها حلو. ناخد الكلام ده يا عم جمل وناخد فين؟ في الثلاجه. بعد ما يبقى في الثلاجه يبقى عندك بالشكل ده اهو. بعد ما يتحط في الثلاجه بص جامد ازاي. تعال نجيب معلقه ونشوف يعني ايه الجيلاتين عملت ايه والحوارات ديت ماشيه ازاي. بصي اهي، بصي شايفه القوام عامل ازاي بقى. بص الموس ايس كريم يا جماعه، ايس كريم مش موس شوكولاته، فاهم ازاي؟ حد يقدر يقول لي ينفع نعمل خط ابيض موس شوكولاته ونقوم حاطينه في التلاجة وينفع نحط موس ابيض ينفع بشوكولاته بيضة ويبقى ايه طبقات طبقات؟ بس دي عايزه ايه مزاج بقى، لان عايزه تدخلي التلاجة وتطلعي وتحطي موس تاني وتدخلي التلاجة تاني، لكن ده مره واحده. بجيب عندي كيس الكريمه النباتي، ممكن بس هنا استاذ جمال معلش، انا اسف يا استاذ رأفت معلش. زي كده من فوق، التاتش الاخير مهم جدا تتحط كده على الايه، والكريز الموسم بتاعه حلو قوي، يمكن احسن فاكهه موجوده في السوق دلوقتي هو الكريز. بس كده خلصت، خلصت. نبدأ نحطها كده نقدمها. البساطة حلوة وخصوصا في الحلويات، البساطة حلوة في الديكور، بلاش نكتر حاجات وديكورات من فوق وحاجات بشوية كده، حلوة قوي روزيتة الكريمة عليها كده الكريزاي من فوق، ويا سلام ممكن تاتش بسيط مثلا شوية كاكاو من فوق أو ممكن بشر شوكولاتة، ولكن أنا شايف كده هي شكلها حلو جدا كده من غير أي حاجة. البساطة كل ما تكون البساطة في الأكل يا جماعة كمان في الحلو بتبقى أفضل بكتير جداً.